بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة الجامع مزرعة الواقع في مدينة خانقين، جامع أثري وقديم حيث بني أكثر من 70 سنة، وهذا الجامع المبارك في هذا المنطقة مكتظة بالسكان، تقام فيه صلوات خمس والحمد لله رب العالمين، وكذلك تقام في هذا المسجد المبارك صلاة الجمعة وكذلك صلاة الخسوف، وكذلك إذا أتانا ميت نصلي عليه صلاة الميت كذلك. وتقام في هذا المسجد عدا الصلوات خمسة دورات للأطفال وللكبار، وكذلك لتحفيظ وتعليم القرآن أثناء خلال الدورة الصيفية لأبنائنا الطلبة. والجامع له دور مهم في حياة المسلم، حيث تقام فيه صلوات الخمس ويجتمع فيه المسلمون لأداء هذه الفريضة وهذه الشعيرة المباركة. وكذلك عدا الصلوات الخمسة تقام فيه في رمضان إفطار جماعي، وكذلك تقام في هذا المسجد المبارك صلاة التراويح، وكذلك تقام فيها قيام الليل خلال أيام الأخيرة من رمضان. كان عمري 8 سنوات في منطقة، كنت ساكن في منطقة عبد الله بيك كوردرة، يعني يسموه كوردرة بس هو عبد الله بيك، جامع هناك مال مجيد بك. كنا نصلي هناك ورا الشيخ، كان هناك ملا عارف توفى الله يرحمه، توفى هسه. 8 سنوات كنا نقرأ قرآن هناك ونأذن هناك. بعدين من صار عمرنا شوية يعني 10 سنوات 12 سنة، جينا هنا مجموعة ويا الشباب ويا المتدينين، كنا نجي نصلي صلاة الجمعة في كل جماعة جامع خانقين، جمعة هناك جمعة غير جامع، جمعة هناك جمعة غير جامع، فكنا نجي هنا ورا الشيخ عارف كنا نصلي. بس ما كان يجي جامع، كان يعني يجي قوس الجامع والهذا، ماكو ترتيبات بيه، وهذا الحمد لله كنا نصلي بيه. هو 5 أوقات كان يصلي بينا ويدرسنا قرآن، وكان المؤذن مالتنا ملا عباس الله يرحمه هم توفى، كنا ندرس قرآن هناك، كنا نأذن هناك، كان محفل هناك، كنا نصعد فوق نقرأ هناك قرآن وهذا ونأذن بينا وملا عارف. بعدين من ملا عارف ما راحوا الى سليمانيه، بعدين راحوا الى خارج انطوبيد، واحد كان اسمه ملا رشيد، ملا رشيد كان رجال طويل نصلي ورا. بعدين من ذاك هم راح لسليمانيه، اجى ملا رشيد الاخ هم صلى بينا وتوفى الله يرحمه توفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سابقا تقريبا أنا شفت سنة 1975 74 تصميمه كان قديم، كان بيها ملا رشيد من سليمانية الله يرحمه،
وبعدين اجى ملا رشيد الثاني امام وخطيب كان بالمحلتنا، وبعدين اجى الشيخ نجم. من اجى الشيخ نجم عمر المسجد، مسجد ما كان هيجي، مسجد كان قديم، كان اكو هذا الغرفه مال امام الخطيب، وكان اكو غرفه الاخ مال تواليد مال تواليد، اكو غرفه صغيره كان رجال شايب اعمى اسمه عبد الرحمن الله يرحمه. يعني اسبوع مرتين ثلاث مرات يجي هو وعشيه ماله يجي البيت، يعني يندل سبحان الله، يجي هنا يتغدى ينام وبعدين هم يرجع نفس المكان. وأنا كم مرة هم رايح لجسمة الغرفة ماله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة جامع الهداية من جوامع القديمة بخانقين، وقع على شارع المزرعة، سابقا كان اسمه جامع الحي العصري، فبدأ التعمير تقريبا في منتصف التسعينات وتغير اسمه من جامع حي العصري إلى حي جامع الهداية. فبدأ التعمير تقريبا من بداية المسجد من المغاسل، كان قديما كان المغاسل هاي مكان، وهنا كان مخزن للتوابيت والحارس والمؤذن كان ينبات هنا. بصفة كان غرفة الإمام الخطيب، وهنا كان يقع التواليت والمغاسل، وهذا كان هنا حديقة طبعا. وهذه النخلة هو صاحب الجامع اللي بنى الشيخ علي القرداغي، من بدايته هو كان فسيل، وهسه تقريبا يمكن تطلع عمره فوق 70 سنة. وهاي المدرج من هنا يطلع لفوق المسجد. هاي الحوش كان هنا حوش تقريبا، وهاي المكان هنا بهالشكل كان تقريبا امتداد اللي جوا. ساي راح ندخل الحرم. بسم الله. هاي كان هنا تقريبا يعتبر طارمه، طارمه امتداد للحوش الجامع. وهاي كان هنا غرفة الإمام الخطيب، بعد التعمير تحول تقريبا سوينا مصلى للنساء ومدخلة من ذاك الصفحة. تاريخ الجامع تقريبا بني والله اعلم حدود 1950، بناه رجل اسمه الشيخ علي قرداغي جزاه الله خيرا، ولا يزال ابنائه موجودين في مدينتنا. اذكر
الذين ارتقوا هذا المنبر مبارك، شيخ رشيد وشيخ ملا عباس، وكذلك شيخ خالد، شيخ نجم، وكذلك شيخ أحمد. كثير من الخطباء صعدوا هذا المنبر والتقيت بهم، والحمد لله رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. إن أصدق الحديث كلام ربنا سبحانه، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعاذنا. عمروا الجامع، من عمروا الجامع توسعوه، هذا الكل كان قوس القديم. بعدين ايش سوى الشيخ نجم الله يذكره بالخير؟ كبره. من كبر الجامع ماكو، توسع، حين توسع ايه. بعدين اجى شيخ العفو حجي فوزي ابنه، توفى بالملبن تقريبا 40 واحد استشهدوا، انطوهم اكراميه. من انطوهم اكراميه ماكو، هو تبرع للجامع، والجامع السقف الثانوي كله سواها، السقف الثاني كله سواها، والكهربائيات كله سواها. وهذا الكابينه مال الكهرباء ماكو حاليا، ها هذا هو هم سواها، كابينه ابيض هو هم سواها، كان يبين مفتوح بس هو سوى مثل غرفه صغيره ماكو سواها ايه. وبعدين راح شيخ نجم، راح نقل للجامع الحافظ، صار مدير اوقاف السنه. منو اجى بعدين؟ اجى ابو بلال. ابو بلال، ابو بلال طبعا يعني انسان طيب ومحترم وخلوق وخدوم للجامع، ها ما شاء الله، يعني عنده يعني قرايه كثيره، حفظ من القران الكريم، يدرس الجهال العصرية. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها حكما للشياطين. لدينا دورات كل موسم، عندنا خلال الدورة الصيفية لأطفال، ولذلك حاولنا تحبيب القرآن وتحبيب المسجد إلى قلوب أطفالنا وأبنائنا. قمنا بزيارات إلى بقية المساجد لتعارف على الأساتذة، وكذلك تعارف على الطلبة، وكذلك بين فترة وأخرى نأخذ من المسبح للترفيه، وكذلك للسفرات في المناطق السياحية، لكي يكون تشجيعا لهم وإقبالهم على هذه الدورات المباركة، والذي تقام في مسجدنا لتعليم وتحفيظ كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ما ترى في خلق الرحمن التفاوت، وجنات الفافا، عما تساءلون. نعم، كان هناك رجل اسمه ملا عباس الله جازي بالخير. كثير من الأهالي خانقين والمحبين للقرآن تعلموا على يديه، والآن موجودين منهم أستاذ علاء محمود، وكذلك ملا خليل، وبقية لا أعرف أسمائهم، بس بالتحديد هؤلاء اثنين
هم اعترفوا قالوا نحن تدرسنا على يد ملا عباس رحمه الله، وكذلك كثير من المصلين في المنطقة، وكذلك كانوا يأتونه من بقية المناطق في هذه القضاء المبارك. أهلا وسهلا بكم ضيوف الرحمن الذين جئتم لحضور هذا المجلس المبارك الذي جئنا بطلابنا طلاب دورة تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في جامع هداية. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحصي الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. كنا نقرأ قرآن هنا مجموعة يدرسنا ورم الله الرشيد اجا شيخ نجم، فكنا نصلي ورا، فاجا شيخ نجم هنا دم سوى جامع ترتيبات بي، يعني ما كان هيجي يعني قوس بي وهذا بي، كان التواليت مو هيجي، فالحمد لله رممه وسواه زين، وهذا تشوفه هذا السقف والهذا والحيطان كله ملا فوزي سوى، لان ابنه شهيد توفى شهيد هنا في قدام البنت استشهد، ففي سبيل الله سوى الجامع رمموا وسوى هل تصاميم بالجامع. ورا بعدين اجا ابو بلال الحمد لله، ابو بلال انسان طيب، انسان خلوق، انسان يحترم الصغير والكبير ويرتب الجامع ما شاء الله، يدرس القرآن الجماعة، الأطفال هذول هسه واقفين قدامي ما شاء الله يجون للجامع 4 أوقات 3 أوقات، بيتهم بعيد فكانوا يجون للجامع، والله بيده هو أبو بلال هو بيده ينظف التواليت، والله العظيم بيده يعني ما شاء الله، يكنس الجامع يرتب الجامع كل وحده هو، الله يغفر له إن شاء الله، الله يغفر له، الله يغفر له. للمسجد دور أساسي لمساعدة الفقراء والأيتام في حينا، حيث لدينا صندوقان، صندوق لتبرعات لإدامة الجامع والاحتياجات الجامع، وكذلك الصندوق الآخر للفقراء الموجودين في هذا الحي. كل شهر نوزع على مجموعة من الفقراء والمحتاجين الذين يتواجدون في حينا. تأذن لمن شكر بزيادة إذ يقول وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. عندما خرج هذا الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة يفعلون هذا الحديث المبارك. سنة 2014 حيث نزح كثير من أهالي جلولاء وكذلك شهربان وكذلك مقداد سعدية، قمنا بمساعدتهم وإيوائهم، وكذلك مد يد عون إليهم بمساعدتهم وجمع المساعدات من الأهالي الميسورين في مدينتها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلبا مطمئنا وإيمانا ثابتا يا الله. كان يعني من يجي مطر ماكو الماء يطب، بعدين الشيخ سوى قلى الجامع شويه، فيضان كان تقريبا شو اقول لك 96 جفت فيضان كلش كبير يعني فيضان، يعني اذا تشوف يعني الوند
إذا أشوفها الأقواس ماله ماكو مادي 12 13 شيء يعني مسافة ماله ماكو يعني شو أقول لك منا للسطح ماكو يعني انترس يعني هيك شيء كان قوي كلش قوي كلش قوي كان من كثرة شو اسمه يعني المطر من يجي مطر ماكو ينسد شو اسمه هذا الجسر ماكو شو يسوي ما يروح يعني الماي يرجع بالضبط هاي المكان المقرئ والمؤذن كان يصعد منه كان اكو درج انه محفل ايام الجمع والاعياد والمناسبات كان يقرون القران بها والمؤذن كان منه كان يؤذن ومقابل هذا المكان محفل الامام الخطيب كان يخطب من هنا طبعا سابقا ما كان اكو هيك بهالشكل حتى السماعات هم كانت قديمة تذكر هنا بهالمكان جهاز المايكروفون كان مربوطة للمؤذن كان يصلي به وتقريبا فترة احترق الجهاز حال من الذاكرة دا ذكر احترق الجهاز بقينا تقريبا سنة أكثر من سنة بلية سماعات المؤذن كان يصعد للسطح كان منك يؤذن والتعمير تقريبا الشمل بدايات الألفين قبل سقوط سنة تقريبا 96 أو إذا ذكر 97 صار فيضان بهالمنطقة دخل المياه الفيضانات هنا وغرق تقريبا أكثر المسجد فبدينا بتعمير المسجد أهل المنطقة والخيرين وتقريبا مساعدة الأوقاف المسجد ما كان هيك بهالارتفاع بهالعلو تقريبا كان انصه متر من الشارع فاي فيضان فاي سيول كان يصير يدخل المسجد فبدا الحمد لله بتعمير تقريبا سنه 97 و 98 بهالحدود تقريبا هالاماكن كلها فلشناها من جديد وبنيناها وصعدنا الارضيه المسجد فحتى تغيير المحفل هذا ما كان بهالشكل لا أصور منك كان يدخل الإمام الخطيب كان يصعد من الدرج وهذا بالضبط مقابل المحفل المقرئ والمؤذن كان يخطب هاي مكان تقريبا المحفل وتقريبا قبل 4-5 سنين من ضمن المخيرين اللي بدت تعمير المسجد وتغليفه من قبل الحاج فوزي كرم للمسجد ويعني للترحم لابن الشهيد توفى اثناء عمل الارهابي بقنقين فعمل الخيري بدأ تغليف المسجد وتقريبا السقوف الثانيه والكهرباء تقريبا كل داخل المسجد غيرناها بهالشكل